السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى اخوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم خوتي، حبيت نتكلم على التالق الواضح لمحترفينا، التالق اللي مهم جدا قبل كاس افريقيا بالقاهره. هذا التالق من لاعبين منبوذين من المنتخب الوطني، من بينهم المنبوذ رقم واحد في المنتخب الوطني واللي حابين يبدلوه، قلنا لكم سابقا، بشافاي وبدران، مع احترامي لنادي اتحاد العاصمة ونادي وفاق سطيف، لكن الحقيقة تقال، قلتها سابقا وهضرت عليها وديت لكم فيديوهات. سبب من اسباب، ما نقولوش حنا، سبب من بين الاسباب اللي خلات وفاق سطيف يقصى من الشامبيونز ليج ومن دوري الابطال العرب هذيك، هو مدافع بدران. سبب من بين الاسباب، مش هو السبب الرئيسي، من بين الاسباب. ايضا شافاي المحدود جدا ايضا عائق في الدفاع اتحاد العاصمه، لكن لا حياه لمن تنادي، لان الاعلام موجه، واعلام تشيبات واعلام زاتشي، يعني عادي تهضر ولا تقعد، لكن للتنوير الراي العام لازم نتكلم. قلنا لكم ماندي يصنع تاريخ، ماندي راهو طالع بقوة، ماندي اليوم سجل هدف خرافي، مدافع سجل هدف خرافي بمقاسية من بعيد. هذا ماندي اللي قالوا عليه خردة، وقالوا عليه ما يروح حتى فريق خير من بيتيس، وقالوا كي كثر يروح السوسيداد، أساطير الكرة الجزائرية اللي يسمون نفسهم أساطير بين قوسين. نفس الشيء اللي بالرحمة اللي حابين يبعدوه ويخليه حبابهم وصحابهم. انا ما نيش ضد بليلي، بصح قلتها ونعاودها مليون مره، خليه المنافسه واللي احسن يروح للمنتخب الوطني. اذا بليلي احسن من بالرحمه، بليلي مكانه تاعو اساسي. الى بليلي الى رحمه، بالرحمه احسن من بليلي، ما فيهاش نقاش، المنتخب الوطني الاحسن وفقط. بالرحمه يقدم في مستويات خرافيه، الاسيست، الاهداف، الهاتريك، يعني مستوى فنيات، السرعه، اين بليلي من هذا الشيء؟ واحد يقول لي بليلي هاو مليح في المنتخب الوطني، لعب مقابله ما بين والو، لعب مقابله ما درش اخطاء، للامانه ما درش اخطاء، بصح كمردود يعني هكا سجل اهداف راوغ ما كانش يعني حوايج مع النادي نتاعو، ما كان. ورغم انه الاحتراف هو المعيار الحقيقي، انا قلتها ونعاودها، بليلي لو عنده مستوى مليح ما كانش اونجي تبيعو للترجي التونسي. امور واضحه، الفرنسيين ما همش اغبياء، لاعب مليح يستعرضوا به. نروحوا الى ادم والناس، من بين المواهب القويه، المواهب الجزائريه الساطعه في السماء الكره الاوروبيه، موهبه فريده من نوعها. اليوم دخل 10 دقائق الاخيره سجل هدف، حاكم البالون، يغاردي البالون تاعو اناقه، ماندي كالعاده مايسترو، قلب الدفاع بيتيس، اللاعب الاساسي دائما اللي ما يخرجش، خلاص ثقه عمياء من مدرب كيكي ساتين لماندي، عيسى ماندي. وعيسى ماندي عديد من المقابلات كان هو قائد الفريق ومدير الكابيتانا في الدوري الاسباني، ماهوش في دوري واد كنيس اللي عاد فضلوا فيه لاعبين على حساب ماندي. هذا من المواهب الجزائريه. اليوم نكونوا شيتين، خطره تقتضي الامر لازم نكونوا شياتين، خطره اللي يقول الحقيقه شيات، حنا معليش شياتين. الفضل 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 يرجع للحاج محمد روروا اللي رانا نتنعموا بهذا من المواهب واللي هزين راسنا في اوروبا. كي يقولوا ما يقولوش لاعب المغترب، يقول لك اللاعب الجزائري، وناس الجزائري، ماندي الجزائري،
بالرحمة الجزائري، محرز الجزائري، لاعبين جزائريين، أحسن سفراء لبلادهم. كاين ناس ما تعرفش الجزائر، هذا عادي تروح لأمريكا، تروح لأستراليا، تقول له جزائر يقول لك ما نعرفهاش. بصح كي تقول له لاعب وي نعرف محرز، هذه سفراء، هذا أحسن سفراء للجزائر. باش نكونوا واضحين، إذا الفضل 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 يرجع للحاج محمد روروة اللي دار المستحيلات باش جاب هذا من اللاعبين. مش قضية مستحيلات إقناع، لا، فرنسا ما تعطيكش، والأندية اللي تلعب يلعبوا في فرنسا لازم تدفع لهم أموال. الأندية مش اللعب. ونزيد لك، آدم والناس لما اختار الجزائر هبطوه للكيب ريزيرف نتاع بوردو، من اللي كان نجم ساطع في بوردو هبطوه للكيب ريزيرف، وارجعوا للأرشيف وابعثوه تلقاوها كلامي صحيح. كان نجم ساطع آدم والناس، نهار اللي قنعوا روراوا وجا ليكيب ناسيونال، وجا بكل حب للجزائر والحب المنتخب الوطني، واش داروا له الفرنسيين؟ هبطوه ليكيب ريزيرف نجم. باش تعرفوا نقول لكم راهي امور عنصريه، فرنسا باش تعطيك لاعبين امبوسيبل امبوسيبل، حتى راهو عندهم ما عندهمش مكانه في المنتخب الفرنسي، ما تعطيلكش، ما تحبلكش الخير، هذه من بكري ما تحبلكش الخير. لكن الشيء اللي يضر والشيء اللي يوجع في القلب، يوجعنا، انه الشيء الحاج محمد روى، الصعوبات والعراقيل والبناء، البناء اللي بناه، جاو ناس حطموا كلش، جاو ناس حطموا كلش وهدموا وكسروا كلش. تذكروا منشور العار؟ شوفوا مليح منشور العار، هذا اللي جابوا لنا زاتشي، منشور العار لازم تجي المنتخب الوطني بشروط، افيك انجاجمون، حتى تفتح لي قلبي انت تشوفني نحب المنتخب الوطني ونحب بلادي ولا لا. قال لك من اعماله بالنيات. اذكر اني كي نلعب انا في ليكيب ناسيونال ومن ما نباسيش مليح لصاحبي ولا لا غالب تخرج البالون ولا ما تخشش هدف، سما راني ما نلعبش بقلبي. شفتوا نوصلوا هذا المستوى، وصلنا ليه؟ هذه اتحاديه زاتشي، هذه الاتحاديه اللي قالوا لنا عتخرجكم من الدكتاتوريه تروروا، ولا عتخرجكم من النور، ولا عتشوفوا احترافيه والكره الجزائريه تطلع. شفنا المستوى كيفاش طلع، شفنا بطولة واد كنيس الكوكايين، شفنا الشيشة نديرها رايها، شفنا لاعبين كم لاماسية اللي راحوا الأندية عادوا يشيشوا اللي بيعوهم بالقوة، شفنا بوخنشوش اللي فرطوا علينا بالقوة مع وقت ماجر، ما يلعبش من النادي نتاعو، النادي نتاعو جياسكا ما يلعبش، بنك مام ديفو ما يلعبش خلاص، وجابوا داروا تيتيلار في ليكيب ناسيونال. علاش؟ كانوا يبزنسوا بالمنتخب الوطني، تبزنيس نبيع لي جوار نطلعهم ليكيب ناسيونال نبيعهم. ايه اسمع، اعطيني 200 مليون نطلع لك جوار نديروك في ليكيب ناسيونال، وانت اعطيني 150 مليون ندير لك جوار ونهضر لك عليه في الصحافه. مش تعرفوا رانا وصلنا، كنا عايشين في ظلام، كنا عايشين في ظلام. ومزات الاتحاديه هذه كون ما جاش بالماضي اللي هو بالنسبة لي الجنرال هو الصنديد واقف ضد هذه الاتحادية، راه مازال جد تشوف لي جوار نتاع الباك ولا ماسيا والجوار نتاع الصحفيين، لي جوار نتاع الصحفيين، كل صحفي عنده زوز ثلاثة لاعبين لازم يدخلها من ليكيب ناسيونال. باش تعرفوا في ماجر كانوا يقولوا لكم باللي ماجر خدام، وماجر جيد وكيقدم ويطور الكرة الجزائرية وكفاءة ولاعب بورتو، لعبة على عيني وعلى راسي، بصح مدرب اوف. هذه مش إهانة لماجر، هذه حقيقة، مستويات اوف. ومن بعدها جابوه بالقوة وجابوا معاه لي جوار احبابهم. ماجر قال انا ما نعقلش بالتليفون، عروس كيفاش جاء الله اعلم، نحاو بالخيفر وجابوا عروس، باش نتفاهموا، نحاو زفان اللي لاعب فيران ومتكون في اولمبيك ليون، احسن مدرسه لتكوين الشباب في اوروبا، مش في فرنسا، في اوروبا، نحاوه وجابوا عروس بالتليفون، وعروس مش يلعب حتى في المولوديه كي باعوه. ها باش تعرف، انا قلنا لكم ها النيفو، رانا واصلين للحضيض. خلاص القول، كثر خير الرجال،
كثر خير روراوة، راني شيات روراوة نقولها ونعاودها، خاطر اللي يقول الحقيقة أصبح شيات. كثر خير روراوة لهذم الشباب الجزائري اللي رافعين صورة الجزائر، أحسن سفراء للجزائر، كثر خيركم وبارك الله فيكم. هذوما اللي مفرحيننا، ناحين على بالنا، مفرحين الشعب الجزائري وعاطين صورة جيدة للجزائر. للأسف الناس اللي تحارب، الناس اللي اعطوها المسؤولية باش تولي اتحاد باش يحكموا اتحادية، ما بداو قصاو نحيوا البيناسيونو خاطر ما همش جزائريين، وداروا منشور العار كما قلت لكم. لكن جاكم بالماضي اللي فيه ريحة الحاج محمد روراوة، وانساو باش ما ننساش رحمة ما كانوا يبعبع في ليكيب ناسيونال، يبعبع. اذا قلنا رحمة مش جوار، اذا ابراهيمي مش جوار، نحيه اللعب بليلي. وانا مانيش ضد بليلي، انا ضد الكفاءة، مانيش ضد الانسان اللي ما عندوش بلاصة، ما عندوش، ما يثبتش. عندك بلاصة بين، عندك بلاصة احترف في اوروبا، هذا هو. ماندي قطعة اساسية لا غبار عليها، والناس قادم بقوة، قادم بقوة. خليفة محرز من احسن المواهب في اوروبا. في الاخير خوتي، ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.